معنا اليوم العقيد متقاعد مجدي عنتر، الذي أجرينا معه عدة أحاديث وحوارات في ميدان التحرير أثناء الاعتصام وأثناء الجمعات الماضية. لنا لقاء اليوم معه على كان عنده مشروع مجلس رئاسي، ولكن لنا سؤال قبل هذا المشروع، وهو لماذا تقاعدت عن العمل بالقوات المسلحة؟ وهل شاركت في 73؟ وهل شاركت في ثورة 25 يناير؟ سنترك له الميكروفون ليحكي لنا هذه الأسئلة، وبعد كده هنخش على البرنامج اللي نادى به عدة مرات وهو مجلس رئاسي. تفضل سعادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تشرفت بالخدمة في القوات المسلحة في أوائل السبعينات، واتخرجت منها في شهر 8 1973، والحمد لله ربنا أنعم عليا بالمشاركة في حرب أكتوبر 73، كما أنعم عليا بالمشاركة في ثورة 25 يناير 2011. أنا كان سلاحي سلاح إشارة ويعني امتصارات، وقدمت استقالتي لأسباب أحتفظ بها لنفسي، اللي هنا في حاجات شخصية وحاجات ما أقدرش أتكلم فيها حاليا. أما بالنسبة للسؤال الآخر بأن أنا البرنامج بتاعه كده، فإن شاء الله هقول أتكلم معك تفصيليا فيما بعد. اتفضل. طيب، بالنسبة لحضرتك نديت بمشروع رئاسي لمجلس الرئاسي، فهذا يعني البرنامج حضرتك ما أعلنتش أو أعلنت على مضض اللي حضرتك سترشح نفسك لمجلس الرئاسي، ولكن قبل ما تعلن ترشيح حضرتك لمجلس الرئاسي أعلنت هذا البرنامج، فممكن بس ناخد نبذة عن هذا البرنامج بعد إذن حضرتك؟ هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا يوم يعني يوم التنحي طلبت من المجموعة اللي كانت معانا موجودة، يعني كان موجود أحمد منصور والبلتاجي وكان محمد فريد جبر الله، كان مجموعة كبيرة، ودكتور عصام النظامي ومجموعة كبيرة يعني. احنا قلت لهم نكون دلوقتي مجلس رئاسي واحنا معانا جميع المحافظات. قالوا ما ينفعش. برضو قبلها باسبوع كنت انا قبل التنحي باسبوع قلت لهم يطلع لنا متحدث رسمي باسم الثورة، مش مفاوض، يتحدث ويطالب مطالبنا عن طريق هذا المتحدث. قالوا ما ينفعش برضو. فعموما يعني في كلتا الحالتين الموضوع انتهى، لكن في 21/1/4 قلت انا بشكل مجلس رئاسي، وان شاء الله بعد 15 يوم هعلن اسماء هذا المجلس. طيب، جيت انا كان حصلت فيه محاكمه مبارك في الميدان المستشار محمود خضيري، وكان في موضوع الضباط اللي ظهروا، وبعد كده ما عادش فيه جمعات لغايه يوم 21/5 من العام ده. طلعت قلت الاسبوع الجاي هعلن اسماء المجلس. حصل ان برضو يوم 27/5 قالوا ما فيش حد يتكلم في حاجه، واحنا مش هنعمل يعني عدم توفيق في هذا الموضوع. النهارده بعد 9 اشهر بصيت لنا ان احنا كل اسبوع بنطالب بمطالب فئويه، واصبح في انفلات امني موجود لسه لم يتم حسم هذا الموضوع، وداخلين على انتخابات لا يعلم مداها الا الله، لان مين احزاب النهارده الجديده الثوريه اللي هي موجوده في الساحه؟ مفيش. نمره واحد. نمره اتنين، وجود الانفلات الامني النهارده بيشكل خطر رهيب جدا على الدوله. مهما كان نقول لك ده هنعمل وهنحط بضرب، لو كنا احنا المجلس العسكري بيقول احنا هنضرب بيد من حديد على من يمس امن البلد. طيب، ما احنا عندنا النهارده في موضوع سول او طفيح ما تمش فيه حسم في هذا الموضوع، ما قالوش مين الجاني او مين المحرض. في موضوع امبابا ما قالوش مين المحرض. في احداث مسبيرو الاخيره اللي شفنا احنا فيه قتل وفي ضرب وفي وفي في، لم يظهر حتى الان الفاعل الحقيقي وراء هذه الاحداث. وعندي معلومات اخرى عن طريق في السويس حصل ايه وقبضوا على مين وعملوا ايه، دي مواضيع اخرى يعني، مما يجي على الضغط الخارجي، لان في ايد خفيه كانت بتلعب في امن الدوله او امن بلدنا. طب المجلس الرئاسي ايه الهدف منه؟ احنا دلوقتي البلد حاليا ما فيش فيها مؤسسات دستوريه، وعشان تبني مؤسسات دستوريه لازم تبنى على اسلوب سليم وعلى ارض خصبه وبهدف
يحقق مطالب الثوره، لان من دون كده مفيش مطالب الثوره اتحققت. احنا عشان نقول مطالب الثوره كان من ضمنها تشكيل مجلس رئاسي. طيب النهارده انت عايز تعمل كذا حاجه دستوريه ورا بعض في جو غير امن، واللي هيقوم بيها مش هم الثوار. يبقى احنا بنعمل دلوقتي اللي يحصل حاليا هي عوده سريعه لنظام سابق قد تم اسقاطه واسقاط رئيسه. فانت بتعود تاني مجالس شعب اخر بنفس الاسلوب اللي كان موجود خلال 40 سنه او 50 سنه فاتوا. ممكن يكون ليه رؤيه اخرى في مجلس الشعب، لان تكلفه الانتخابات مجهده للدوله. انا عندي رؤيه تكاد تكون صفر في التكلفه، وعندي رؤيه في اجراء الانتخابات نفسها. طب ايه الهدف مجلس الرئاسي؟ نمره واحد اعداد لجنه تاسيسيه لوضع دستور معاصر يحقق مطالب جميع فئات الشعب. نمره اتنين ان انت يتم اعداد اليات وفعاليات لاجراء انتخابات برلمانيه يكون فيها اعضاء البرلمان ممثلين حقيقيين عن الشعب بالتصويت الالكتروني. نمره ثلاثه اعداد البلد وتحضير واجراء انتخابات للرئاسه لتولي رئيس منتخب لجمهوريه مصر العربيه انتخابا حقيقيا يعبر عن رغبه هذا الشعب الطيب وهذا الشعب العظيم. يبقى في اربعه، في ثلاث مطالب حاليا. عشان يتم الكلام ده يبقى لازم يتم في نمره واحد في جو امن سليم، نمره اثنين ان يتم نقل السلطه من مجلس عسكري الى المجلس المدني خلال بصوره سلميه وامنه. نمرة تلاتة ان النهاردة انت بتعمل حاجتين. نمرة واحد اعادة اعداد الانسان المصري. الانسان المصري النهاردة محتاج الى اعادة تأهيله فكريا وسياسيا واجتماعيا وعلميا، فلازم يكون في اعادة لهذا الانسان، اعادة تأهيل ليه عشان يبقى تفكيره منطقي سليم اسلوبه صح. منه هو الانسان المصري الحالي بوضعه البسيط عنده ادراك بما يحدث، لكن محتاج اعاده، محتاج تاهيل، محتاج ان يعني يبقى في محيط سياسي في الجو اللي حواليه. علاوه ان في مشروعات لازم تحرك البلد. انت النهارده بتمهد البلد لمشروعات كبرى، يبقى لازم المجلس بحكومته الرقميه هتقوم باعداد وتهيئه الجو العام للبلد لمشروعات كبرى. البلد فيها مشروعات مش محتاج اي حد يقول لك انا هعمل واعمل، فيها مشروعات تغني مصر وتبقى مصر اعظم بلاد العالم، بس محتاجه شخصيه قياديه، مشروعات فعاله، رؤيه حقيقيه، وتنظيم جيد لاجراء المشروعات العظيمه دي. ودي كلها مطالب اساسيه تحت امرك. من سيقوم بانتخاب المجلس الرئاسي حضرتك يعني عرضه على الجمهور؟ هو حضرتك بنزل مجلس الرئاسي احنا عشان نعمله قلنا هيكون في حاجه باسلوب بسيط وعلمي. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين شخصيه دستوريه عشان اعداد الدستور، وعشان تنقيط بعض القوانين واعدادها يعني في قوانين اخرى غير الدستور، في قوانين القانون المدني والجنائي، وقوانين اللي هي قوانين خاصه بالنقابات وبغيرها. فدي كل ده محتاج تنقيه، لان احنا مرينا مرحله سيئه جدا كان فيها أنا يعني مش عايز أقول فين فيها تغيير وتهميش وتلاعب بالدستور والقوانين وكل المقدسات اللي المفروض المؤسسة الدستورية تلعب فيها. دي حاجة رهيبة جدا يعني. يبقى محتاج شخصية قانونية دستورية لهذا المجال. طب أنت محتاج إيه تاني؟ محتاج شخصية اقتصادية عشان ومالية عشان خاطر المشروعات اللي موجودة أصلا في البلد تبتدي تتحسن وتتعامل بطريقة أسلوب علمي. إن عندنا سينا فيها مشروعات عظيمة. يعني سينا فيها الذهب، فيها المعادن، فيها البترول، فيها السياحة، فيها الزراعة، فيها تأمين لبوابة مصر الشرق من جانب الشرقي. فسينا دي مستقبل عظيم لمصر. علاوة على مشروع أحمد زويل. إن مشروع أحمد زويل لوحده مش هو الكافي، مش هو اللي حرك مصر. إذا كان الرؤية في إن العلماء يشدوا القاطرة، لكن محتاجين برضو إنسان بسيط يشعر بتقدم في البلد. علاوة على المشروعات الداخلية موجودة في المحافظات وموجودة في مصر، فيها مشروعات عظيمة يعني، فيها حاجات كتيرة جدا مستنيين الحركة بتاعتها. طيب يبقى إحنا محتاجين شخصية اقتصادية.
طب في حاجة تانية محتاجين الشخصية عندها من العلم والفكر انها تتولى ملفات الإعلام والثقافة والتعليم عشان تحديث هذه الموضوع وتوجيهها لصالح الإنسان المصري. طب ايه تاني محتاجينه؟ محتاجين شخصية سياسية عشان خاطر الرؤية السياسية للبلد. في ايه تاني؟ محتاجين شخصية أمنية شرطية محترمة عشان خاطر التسيب اللي موجود في وزارة الداخلية يعيد انضباطه مرة أخرى، لأن هم النهاردة داخلية بتحاول تعيد نفسها، فعايزة شخصية تعيد نفسها تكون قوية وأمينة، وما أنا ما بعرفش في حد لكن قوية وأمينة تقود هذه المرحلة. محتاجين شخصية عسكرية من القوات المسلحة عشان هي ده همزة الوصل ما بين المجلس والقوات المسلحة. محتاجين شخصية محورية تنسيقية بتضم هذه الشخصيات كلها وتتناسق وتعمل تنسيق بينهم وتتولى ملف الأمن القومي. وده تشكيل المجلس. يبقى أنت كلها شخص مهام، كل واحد ياخد مهمة يؤديها، مش محتاج إن أو يتعارض مع مهام أخرى، كل واحد له مهمة يؤديها على أكمل وجه. وبالتالي أنت عملت مجلس بسيط متناسق في مهم في شكله، محدد مهامه، بيكون بيقود البلاد لتحديد عشان خاطر في النهاية يبقى عندك في دستور وبرلمان وفي رئيس. المجلس بمجرد انتخاب الرئيس يقدم استقالته، وأعضاء المجلس ليس لهم الحق في إن هم يرشحوا أنفسهم مرة أخرى، علاوة إن كل شخص فيه يمثل صوت واحد في حالة التصويت بينهم بعضهم. وأصبحت تعمل المؤسسة الدستورية للبلد بمفهوم الثورة مش مفهوم آخر. أنت النهاردة قمت بثورة والمجلس العسكري كتر خيره تولى حمايتها، لكن حماية المجلس العسكري للثورة وأسلوبه حاليا ما حققش مطامح أو طموحات الشعب. فالشعب محتاج لحركة قوية وفعالة عشان يحقق استكمال ثورته وحقق طموحاته وأهدافه. تحت أمرك. بقول لحضرتك يعني مين اللي هيختار هذه الأشخاص اللي حضرتك عرضتها؟ يعني الكوادر والنخبة اللي حضرتك بتقول عليها دي، من سيقوم باختيار هذه الأشخاص؟ هو حضرتك البلد مليانة بشخصيات محترمة ووطنية كويسة جدا. احنا حددنا الوظيفة، أما اختيار الأشخاص يعتبر شيء بسيط جدا مواش. يعني أنت النهاردة بتذكر أسماء، مش هقدر أذكرها دلوقتي، لكن بتذكر أسماء وطنية محترمة، يبقى أنت مش حدش هيعترض عليها. شخص ليه خبرة وشخص وطني وشخص ليه رؤية، يبقى انت في الحاله ديت اصبح في توافق من الشعب على هذه الاشخاص. طب انت هتحقق ازاي الكلام ده؟ ممكن كذا. لازم المجلس الرئاسي يتولى الحكم بصوره سلميه، ما ينفعش يتولى الحكم بصوره سيئه. يعني المجلس الرئاسي يتولى الحكم من المجلس العسكري بصوره سلميه شامله وامنه، لانه اللي محتاج لفترات بان هو هيتولى كل شيء في البلد، يبقى لازم حتى متوافقين عليه وتنسيق كامل بين المجلس العسكري المجلس الرئاسي في هذه المهمة. كيفية بقى كيفية تنفيذ هذا الحلم او هذا المشروع اللي حضرتك مقدمه، كيفية تنفيذه ازاي؟ اولا بالنسبة لحضرتك لموضوع الانتخابات، انا بقترح يعني يبقى كل مهنة كل حرفة في مصر لها نقابة. يعني الفلاحين لهم نقابة، العمال لهم نقابة، الصحفيين، الدكاترة، المحامين، كل واحد ليه نقابة على كافة المحافظات. يبقى عندنا 27 نقابة في المحافظات منتخبين لهم رئيس. وفي عندنا انا بتكلم باقي الباقي، يعني مش نقابة اللي بيتعمل لهم نقابة. وفي نقابة واحدة نقابة رئيسية في مصر اللي هي الهيئة العامة للنقابات لكل فئة. طيب بيتم انتخاب كل نقابة من خلال أعضاء وانتخاب الرئيس بتاعها. الرئيس بتاعها هيمثل في النقابة أو الهيئة العامة للنقابات، يبقى أصبح الهيئة العامة للنقابات فيها 27 شخصية عن المحافظات ولها رئيس منتخب منهم. يتم انتخاب 4 أشخاص من كل نقابة. سي عندنا مثلا 40 نقابة، مش هقول لك يعني 40 نقابة يعني في 4 يعني 160 شخصية تمثل في مجلس الشعب، يبقى في جميع فئات الشعب ممثلة في مجلس الشعب. يتبقى عندك فئات أخرى مش ممثلة. هقول لك الفئات العامة، طب أنت عندك تعداد مصر هنقول 90 مليون.
90 مليون بكل 10 مليون يمثل بثلاث اشخاص، يبقى اصبح عندك 270 شخصيه عامه من اي فئات بقى عايز تعملها، من اي فئات نزيف في الشعب يمثله، كل 10 مليون بثلاث اشخاص، يعني يبقى عندك حوالي مش هقول لك 270، لا هيبقى عندك 300 مع 160 ادي 460 شخصيه ممثله في مجلس الشعب، انت ما كلفتش فيهم مبلغ اي تكلفه بنفس التكلفه الموجوده حاليا، يبقى انت وفرت حد عملت لكل فئات الشعب ممثلين حقيقيين ليهم، اصبح انت الشعب النهارده هو اللي بيدير نفسه وعارف دخله رايح فين وعارف مشروعاته رايحه فين، واصبح واقعيا اصبح هو الشعب النهارده اللي بيحكم بلده. ده شيء يعني احنا نتمناه. طب انتخابات الرئاسه، انا بتمنى ان انتخابات الرئاسه تكون عن طريق الحكومه الرقميه بانتخاب التصويت الالكتروني للمصريين في الداخل والخارج، يكون تعبير حقيقي عن راي المصريين في انتخاب رئيسهم. طيب في رؤيه اخرى، انا واحد من الناس بتمنى ان اي واحد يحب ينتخب او يجري عمليه انتخابيه يكون بالتصويت العلني. ليه انا اخبي صوتي عشان باخد فلوس واقول لك هعمل واعمل؟ لا، اللي عايز ينتخب حد يقول انا هنتخب فلان ولا يخشى شيء، مش عايز اخلي من صفات الشعب النفاق، ينتفق على حاجه واعمل حاجه تانية او مظهر شيء وداخل شيء تاني. ايه اللي يمنع ان كل واحد يقول رايه بصراحه بلا خوف وبلا قيد؟ لا يمنع شيء، يبقى انا خلقت شخصيه مصريه وقدت العالم كله في رؤيتي في التعبير عن الشعب، في الرؤيه الحقيقيه لانتخاب الانسان برؤيه قويه بشخصيه غير منافقه بشخصيه تؤمن بما تختار وبما تفعله، وده شيء عظيم. يعني دي رؤيتي اخرى في موضوع الانتخابات وتشكيل مجلس الرئاسي. مشروعات مصر موجوده، يعني اسمع عن ثلاثه تلقى كل مصر فيها مشروعات وموجوده وفعاليه، احنا بقى مش عايزين نعمل زي السابق ونعيشك في حلم جميل وعظيم وتحس وانت قاعد انت كده ان انت بقى عندك قصر وعربيه وطيار، تطلع الواقع نفسك مش عارف تجيب رغيف عيش، مش عارف تمشي في بلد. يبقى لازم في مشروعات وفي رؤيه موجوده وفي برامج موجوده. لان النهارده انا ما ارضاش ان واحد يمد ايده في جيبك لما يجي تعمل مصلحه، انا عايزك انت بتيجي تعمل مصلحه ما يكلفكش، ما حدش يسرقك. وفي قانون اخر ليه اسمه قانون الشرف. قانون الشرف ده دي ثالث حاجه رؤيه بقولها. يبقى في عندك انتخابات حره ازاي تتم، عندك ان في رؤيه في اجراء الانتخابات نفسه ان واحد يقول رايه بصراحه. قانون الشرف اللي هو قانون يدين كل شخص ارتكب مخالفه ايا كانت هذه المخالفه في حق الشعب او في حق مهنته او في حق رؤيه هو المفروض او امانه هو سؤمن عليها. ده قانون الشرف ده ليه قصه ثانيه اخرى، يعني هتبقى أكثر من قانون العيب وقانون الغدر وأي قانون أخرى. لو قانون الشرف ده ممكن يجرد كل شيء من، يعني في قصة هنا ليه لما لو انتخب مجلس الشعب أنا مقترح عليه إن هو يصدر قانون الشرف، لأن يمثل كل إنسان مصري يكون إنسان حر نزيه محترم. إحنا عايزين نقود العالم ومش عايزين نبقى تابعين، عايزين الإنسان المصري في أي مكان في العالم رأسه مرفوع لفوق. إحنا قبل ثورة 25 يناير كنت بأي واحد مصري حر يحس بامتهان ان هو مصري. هات اي واحد مصري يقول له انت مصري هيبقى مكسوف بره مصر يقول لك مصري. عايزين كل واحد مصري العالم كله ينظر له ان هو ده فخر ليه ورمز قوي ليه. عايز انسان مصري لا رافع راسه، رافع راسه لفوق، معروف ان ده انسان انسان عظيم بدا يقود العالم. مصر هتقود العالم في يوم من الايام. مصر دي امه واحده. سيبك موضوع اللي بقى حكايه الفتن ده، مفيش حاجه اسمها فتن. فتن مفتعله. يقولوا مين اللي عمل موضوع ماسبيرو؟ مش هم مجلس العسكري موجود ويعلم ان في سلاح داخل مصر بكميات رهيبه، ده اللي خوف من الانتخابات. فين هم الناس ده؟ مين اللي دخل السلاح وهم سايبينهم ليه؟ مش دي حدود مصر؟ دي مسؤوليه المجلس الاعلى لقوات المسلحه؟ مش دي مسؤوليه قوات المسلحه؟ امن مصر مش مسؤوليه قوات المسلحه؟ سايبين البلد ليه كده؟ المفروض في انضباط، في قوانين رادعه لمن يهدد امن البلد، في قوانين رادعه لاي انسان يتعدى حقوق مصر، قوانين رادعه وفعاله
وملزمه على كل مصري، او مش هقول مصري، ما عادش ما فيش مصري هيخرب في بلده. اللي بيخرب في بلده انسان ماجور مش مصري، ولا يتم للمصريين باي شيء. اتفضل يا سيدي. هناخد فصل ونقول لحضرتك في قضايا اخرى. شكرا سعاده العقيد.